انا شفتها ب 120 و 140 جنيه على الفيس وانا بقلب كده، استغربت بصراحه. لا قلت احنا هنجيبها اقل من ربع الثمن. النهارده عندنا منتج رايق قوي قوي، سعر وخامه وكل حاجه، مبخره الارابيسك الجديده، حاجه كده اخر شياكه، والالوان بتاعتها حلوه قوي وبسيطه جدا، وتنفع طبعا في كل بيت. بدل ما بنمسك عود البخور ونقعد ندور على خرم نحط فيه ويقعد يوقع البودره بتاعته في كل حته، لا احنا النهارده عندنا مبخره هتسهل علينا كل الكلام ده كله، وسعرها ببلاش البلاش. يعني انا شفتها ب 120 و 140 جنيه على الفيس وانا بقلب كده، استغربت بصراحه. لا قلت احنا هنجيبها اقل من ربع الثمن. تعالوا كده بقى نشوف الحركات دي بقى بتشتغل ازاي. دي المبخره، بص احنا بنشيل القطعه اللي فوق دي، طبعا كل شغل ارابيسكو وكل شغل خشب. هنلاقي بقى جوه هنا في ايه، خمس تخرام، الاعواد الصغيره والاعواد الكبيره والاعواد المتوسطه، كله كامل صوت. ده كده العود العادي يعني بتاعنا اللي احنا بندخله بنقفل عليه كده. والله شكلها حلو جدا. لا انا عايز اجرب انا الكلام ده، هولع العود وارجع لكم. نبص كده بقى، دي نولعنا العود وهو ده كله دخان اهو. تعال نقفل بقى دي كده، وتلاقي بقى الدخان بيطلع منين بقى، من الفتحات. بصراحه ريحته في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين كده، مش شايفين عود البخور خالص، بس شايفين الدخان بتاعه والريحه بتاعته بتطلع من المبخره اخر شياكه، والوانه كمان في منتهى الجمال بجد، حاجه حلوه جدا. طب انا دلوقتي العود ده العود الصغير، طب احنا عايزين نجرب بقى، طبعا هو اللي بينزل منه بينزل هنا طبعا، ما ينزلش بره خالص. عايزين نجرب بقى العود الكبير. احنا عندنا بقى العود التخين ده اللي هو بيقعد 5 ساعات، لو حبينا ان احنا ندخله هنا طبعا هنلاقيه ان هو اطول من الموضوع نفسه خالص. لا احنا ممكن نعمل ايه بقى، ممكن العود الكبير ده احنا محتاجين نصه بس، يعني لو احنا عندنا دي ممكن ناخد نصه بس، يعني هنقسم مثلا العود نصين. كده احنا قسمناه نصين، هناخد بس شويه من هنا هنشيلهم عشان خاطر ايه. بص احنا قسمنا العود نصين، النص ده احنا شلنا منه قطعه من هنا كده عشان الخشبه تبان، عشان تخش بقى هنا كده تثبت يعني، ودي طبعا اكيد هتثبت، ولو الخشبه طويله ممكن نقصرها. يبقى كده احنا حلينا مشكله ايه، العود الكبير. بصوا بيدخل للاخر. عايزين بقى نعرف سعر المنتج ده ايه. السعر ده ببلاش البلاش زي ما قلنا، اي قطعه من دول ب 20 جنيه بس. طبعا منتج حلو قوي وشكله شيك جدا في البيت، وكمان هيحل لك مشكله عود البخور. نحطه هنا، دي مبخره حلوه قوي ب 20 جنيه بس، منتج حلو جدا. لو عجبكم المنتج ممكن تقدروا تطلبوه عن طريق الرقم اللي احنا سايبينه لكم دوت، واحنا تحت امركم ونشحنه لكم لاي حته في مصر كلها واي محافظه تقدروا تطلبوا المنتج. 20 جنيه بس، مبخره الارابيسك الخشب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وبس كده.